المياه والجفاف. شبح يحاصر العراق من كل الاتجاهات، ولا حلول طرأت على تحسين مخزونه المائي رغم المحادثات والاتصالات مع دول المنبع. وأكثر المخاوف المقلقة بشأن مستقبل العراق المائي هو حجب المعلومات وتأثير هذا الحجب على الأزمة. فيما يخص المعلومات العامة، هي المعلومات العامة متاحة ضمن وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الوزارة أو يعني وسائل الإعلام أو الأدبيات والمنشورات، لكن هنالك معلومات مهمة مرتبطة بالأمن المائي، هذه المعلومات يجب أن تكون محدودة التداول. في السنوات الأخيرة فقد العراق الذي بات في المرتبة الخامسة على مؤشر الجفاف العالمي نحو 53 مليار متر مكعب من مخزونه المائي وفق إحصائيات وزارة الموارد المائية التي نفت وجود حجب للمعلومات بشأن الواقع المائي. الموضوع حجب المعلومات هو قد يأخذ بعد أكثر من الحجم الحقيقي، لكون أنه المعلومات أغلبها هي معلومات متاحة، معلومات المناسيب والتصاريف المطلقة على عمدة الأنهار. يسعى العراق للتوصل إلى اتفاق مع تركيا لرفع الإطلاقات المائية بواقع 400 متر مكعب في الثانية من نهر دجلة و500 متر مكعب في الثانية من نهر الفرات، إلا أن الجانب التركي لم يعلن موقفه تجاه هذا المطلب. مهدي غريبواني نيوز، بغداد.